بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير دايما يا رب. ان شاء الله النهاردة هنعمل روتين المحشي ونعمل ذكر البط بإذن الله مع بعض. هيبقى الفيديو ده بتاع التحدي، هنعمل تحدي محشي مع ذكر البط انا والاولاد وابو مهاب. ان شاء الله باذنك انت يا رب هيبقى فيديو ممتع جدا في التحدي وكمان في الروتين بتاع النهارده. بس الاول مره يشوف قناتي يعمل لي اشتراك في القناه وكمان تفعيل الجرس لو لسه ما فعلتهوش، ولو تكرمتم لايك على الفيديو وكمان شير مع اصحابكم لو تكرمتم. اول حاجه كده بصراحه انا اي مكان مش مظبطه قوي، فقلت ايه اعمل كده كوبايه نسكافيه بالحليب بالقهوه بالميه. بصوا ملخبطه كده على بعضها، بس عايزه منكم كومنتات كتير قد كده اهوت، وتقولوا لاصحابكم كلكم يتفرجوا، اصحابكم كلهم يتفرجوا على الفيديو عشان ان شاء الله يبقى فيديو جميل جدا وهتستفادوا كتير جدا 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 جدا. يلا بينا نبدا. الاول نشرب الحاجه السخنه بتاعتنا تظبط كده الدماغ عشان نبدا نطيح كده في المطبخ ومياخدش مننا ساعه زمن باذن الله ونكون مخلصين كل حاجه. يلا بينا. بصوا كده انا هبدا بقى اعمل الكوبايه بتاعتي تظبط دماغي. معايا كده النسكافيه بتاعي اهو، ومعايا كده معلقه صغيره كده من البن، تمام صغيره يلا كده كده معقول قوي. السكر بقى على حسب الرغبه، فانا بصراحه عاوزه احط ربع معلقه سكر، ربع بس اهو شايفين اهي. تظبط بس السكر، معدل السكر مع القهوه علشان ما تتعبش بس وتعمل صداع في الدماغ. هنصب كده شويه كده من الميه نصها. بصوا هقولكم على حاجه، اللي ما جربش الطريقه ديت يجربها ويقول لي رايه في الكومنتات، تمام اهو كده بدانا كده باول حاجه عشان نظبط الدماغ. هنشربها وان شاء الله هنشتغل كده مع بعضينا، تمام اهو. هنصب بقى كده نكمله حليب اهو، في نفس الوقت غذاء وفي نفس الوقت تدي صحيان كده في الدماغ ونبقى ايه فايقين كده مع بعضينا، تمام. يلا كده بينا نشرب مع بعض كده بق واقول لكم طعمه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي ما جربش الطريقه دي جربها ويقول لي في الكومنتات. هشرب الكوبايه نرجع يلا مع بعضينا. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين طبعا دخلت بقى كده على فين، على فين، على ذكر البط المتين الجميل اللي هنعمل تحدي عليه. زي ما انتم شايفين حجمه بسم الله الله اكبر تحفه. ده بط بلدي، ده ذكر بط بلدي، تمام. اول حاجه قلت اعملها ايه، اعلق على الذكر الاول وبعد كده هنبدا ننظف مطبخنا عشان نقدر نقلي للمحشي واحنا مرتاحين ويبقى مزاجنا متفول. و14 اللي ما حطش اللايك انا شايفاه حطوا لايك، حطوا لايك، اللايك يا جماعه ببلاش، تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. اهم حاجه الجامده دي يا جماعه او القنصه، احنا بنقول عليها القنصه دي اهم حاجه بقى في الذكر كله، بصراحه بحبها جدا. بدات كده ان انا اجيب بصله، اللهم صل على رسول الله، وهقشرها كويس جدا وهغسلها وهنبدا نعمل الطريقه الحلوه الممتازه اللي كانت مخليه طعم البط في منتهى الجمال. اللهم لك الحمد كان خفيف لطيف كده على المعده، كان بصم كان طعمه في منتهى الروعه بصراحة، كان من جمال وما حسناش بيه، خلص بسرعة. اللهم صل على رسول الله. اللي ما شافش فيديو التحدي هسيبه لكم في مثبت في التعليق عشان تشوفوا فيديو التحدي. زي ما انتم شايفين اللهم صل على رسول الله، قطعت البصلة كده قطع وحطيت عليها شوية من الملح، وهنحط كمان شوية صغيرين من الفلفل الأسود، وهنحط كمان ورق لوري، وهنحط قرن فلفل، تمام كده. الطريقه سهله معاكم جدا جدا وطريقه بسيطه جدا جدا وفي نفس الوقت حلوه قوي قوي قوي. بصوا هبدا افرك الحاجه دي كلها بايدي جامد قوي لحد ما احس ان الميه طلعت من البصل، بتدي نكهه جميله قوي للبط. يعني
اللي لسه ما جربش الطريقه دي يا ريت يجربها على الطريقه بتاعتي، هتدي نكهه حلوه جدا 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 للبط. فاحنا اول حاجه يعني لما هنطبخ مثلا لحمه او فراخ او بطه او اي حاجه وهنعمل محشي، يبقى نبدا بالزفر الاول، نبدا بالبط الاول، نبدا باللحمه الاول عشان ناخد الشوربه بتاعتها ونحطها على المحشي. تمام كده، كل حاجه معاكم سهله وبسيطه جدا اهي. وبدات ان انا اخد الحاجه كلها وافرك بيها الذكر كويس جدا، وكتفته وطبعا حطيته في الحله. بسم الله ما شاء الله، الحله على فكره دي اكبر حله عندي، شايفين؟ لا في اكبر منها بس دي يعتبر دي الكبيره، بسم الله ما شاء الله. حطيتها كده على البوتاجاز وقلت بقى ايه، انضف المطبخ الاول من المواعين علشان يبقى ما فيش ولا كوبايه ولا معلقه قدام عيني وانا بقلل التقليه، تبقى كل حاجه نظيفه قدامي. الله المستعان. الحمد لله اليوم ده اشتغلت فيه كتير جدا، بس اللهم لك الحمد مرتاحه، نفسيتي مرتاحه. على فكره هقول لكم على حاجه حلوه قوي قوي قوي، لما تتعبي لاولادك، طبعا دي لاولادك وبيتك وجوزك، لما تتعبي في الاكل شويه وتلاقي لقمه حلوه في اخر النهار، او بعد ما تلاقي نفسك تعبتي وتلاقي لقمه حلوه اولادك يحبوها، بتبقى نفسيتك مرتاحه، بتبقى بصراحة يعني بتبقى حاجة حلوة للبيت. انت هتتعب شوية بس هتلاقي حاجة لقمة حلوة اخر النهار هتاكليها انت وجوزك وعيالك، وهتبقى طعمها حلو وانت اللي عاملاها بايدك وتعبتي فيها. فلما احنا بصراحة لما بنتعب في الاكل ما بنعرفش ناكل، وهي ديت يعني مش حاجة حلوة فينا، بس بنبقى ايه مبسوطين بولادنا، مبسوطين برضه الراجل بيبقى مبسوط بالواحدة جدا لما بتعمل اكلة حلوة زي دي كده، وبتتشجع بيها كده ان هي دايما تكون في تقدم في طبخها، تكون في تقدم ان هي تعمل له حاجات حلوة كتير. زي ما انتم شايفين المطبخ بقى حلو قوي 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 وبقى زي الفل. وبصوا بقى بصراحة انا مسكت البلاط كله غسلته كله. طبعا جبت بصلتين هبدأ أبشرهم على المبشرة وهحطهم في الحلة بتاعتي علشان هنشفهم على البوتاجاز وهنقل التقلية بتاعت المحشي. كل اللي طلب المحشي يا جماعة عينيا الاتنين، الصلصة بتاعت المحشي تنفع لمحشي الكوسة والبتنجان والفلفل وجميع أنواع المحاشي، وكمان ورق العنب. بس احنا ان شاء الله مش هنعمل ورق عنب لان ايه، اولادي مش بياكلوا ورق العنب، اولادي مش بياكلوا البتنجان، الكوسه، الفلفل، كل ده مش بياكلوه، بس انا بصراحه بموت في الاكل ده قوي. انا بحب كل الحاجات دي الا جوزي واولادي، فانا بعمل لهم بقى الحاجه اللي هم بيحبوها. اللهم صل على النبي. بدات ان انا نشفت البصله خالص على البوتاجاز، وبدات ان انا احط الزيت، الماده الدهنيه بتاعتي زيت سمنه زي ما تحبوا، بس انا طالما في شوربة بط هحط زيت، لان طبعا زي ما انتوا عارفين السمنة مع سمين البط بيبقى صعب قوي. فهحط كده كمان معلقة هريسة شطة، حلو قوي 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 بصراحة، في منتهى الجمال. تتوقعوا بقى مين اللي اجى وانا شغالة؟ حبيبة قلبي، ام العزيزة الغالية الحبيبة، روح قلبي وحياتي، خدتها بالحضن وقعدت ابوس فيها، ربنا يخليها لي ويحميها يا رب. بصوا بقى المفاجأة الحلوة دي، لقيتها جاية لي كده وانا بطبخ، لقيتها جاية لي. ربنا سلام على الناس. بس عافي والله العظيم، انا بحبكم كلكم في الله والله. ام الحبيبة يا جماعة، عشان لو الناس ما تعرفش لسه جديدة، دي ام العزيزة، ربنا يا رب يحميها ويخليها لي يا رب. في ناس بتقول ان انت احسن مني، حق؟ لا ده انت ده احسن، بعدين مع الام انت بس. طبعا انا ببقى فرحانة جدا لو ام احسن مني، ويبقى ليها الشرف كمان ان هي احسن مني. ربنا يخليك، ربنا يبارك لك يا رب ويخليهم لك. انت بقى جايبه ايه وانا بعمل محشي؟ انا بقى جايبه لك، انا كنت هعمل لكم محشي، ايوه، بس انت لقيتي بتقولي اني بعمل، فقلت جايبه لكم تقليه معموله مسبكه ومسبكه دلوقتي. ده مسبكه تقليه جايبه لي المحشي؟ طب انا بعمل اهو بقى. ربنا يخليك ليا احلى ام في الدنيا يا رب. وسلم على المتابعين بقى كلهم، زيكم جميعا، وانا بسلم عليكم كلكم، ربنا يخليكم بحق حبيبك النبي، اللهم امين، ويبارك لكم في صحتكم. وقول لهم ما ينسوش ايه يا مام؟ ما تنسوش النار. يلا بقى هكمل معاكم الروتين وهقعد مع ماما شويه، وبعد كده نبقى نكمل لكم الفيديو. ربنا يحميك. دلوقتي بقى طبعا ام الغاليه واقفه، جابت لي بقى كزبره خضراء
صبحة بس كانت حلوة قوي. طبعا حطيت زي ما انتم شايفين معلقة نعناع ناشف على البصلة وهي بتتشوح على البوتاجاز، والصلصة بتاعت طبعا كنت مخزناها في الفريزر الحمد لله. في الغلا اللي احنا فيه ده اما يكون في صلصة في الفريزر تبقى افضل واحسن بكتير بكتير. كمان معلقة سكر صغيرة جدا بتدي طعم للمحشي خرافة. اللهم صل على رسول الله. والبهارات بتاعتي المشكلة او البهارات السبعة، وهنحط معلقة فلفل اسود صغيرة، وهنحط كمان معلقة دقة مبهرة. بصم يعني كان المحشي كان في منتهى الجمال، كان طعمه خطير خطير بمعنى كلمة خطير. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. لما بنعمل الحاجة بتطلع حلوة قوي بنبقى فرحانين بها جدا. معايا بقى الخضرة بتاعتي، انا كان عندي خضرة في الفريزر وخضرة صبحة، فقلت هي كانت جايبة لي كزبرة، فطبعا احنا بنحط شبت على الكزبرة. اللهم صل على النبي. انا كنت مخرطة كده الكزبرة بتاعتها، خرطتها زي ما انتوا شايفين وقلبتها على الرز، وبدأت ان انا احط بقى البهارات بتاعتي. حطيت قرفة على جنزبيل، اللهم صل على رسول الله، قلت ازود شوية كمان خضرة. هنحط لايك يا جماعة لو لسه ما حطناش اللايك، من فضلكم، فضلا وليس امرا منكم. اللهم صل على رسول الله. هننزل الصلصة بتاعتنا وهنسيب شوية صغيرين جدا علشان نبقى نحطهم على الدكر ونحمره في الفرن. بصوا ما يكون عندكم دكورة بط عندكم فراخ وعاملينها نفس الطريقة، يبقى سيب شوية صلصة من اللي انت عاملهم الحلوين دول عشان تعملي بيهم الدكر وعشان يدخل قبل ما يدخل الفرن. كان طعمه في منتهى الجمال، كان طعمه في منتهى الجمال صح. اللهم لك الحمد. اللهم صل على رسول الله. شايفين الخضرة جميلة. هنحط في أرضية الحلة اللي احنا نحشي فيها، فيها كزبرة، فيها حباية من الطماطم. كمان حطيت قرن شطة. اللهم صل على النبي. في أرضية الحلة وقرن فلفل. بصوا كل ده في أرضية الحلة عشان تحميها. وهنحط كمان الأخضر في الأرضية، الأخضر اللي هو المحش الأخضر في أرضية الحلة زي ما انتوا شايفين. طبعا بلف المحشي بالطريقة دي، جميلة جدا جدا وبتريحني كتير. طبعا انا بحشي لوحدي يا جماعة، محدش بيحشي معايا، الله المستعان. طبعا بحط الورقة الخضراء تحت والمشبحة بعدها، وبعد كده الورقة البيضاء فوق. بس هي مش فارقة معانا بصراحة، لان هو المحشي كرنب عامة بلدي فطعمه زي الزبدة بصراحة. كان حلو قوي. انا ريقي جرى تاني. بقول لكم حطوا لايك، حطوا لايك. اللهم صل على رسول الله. زي ما انتم شايفين طبعا ست ام مهاب، ست بيت شاطره، عملت محشي، عملت دكر بط لابو مهاب وولادها. مين بقى اللي هتتشجع وتقوم دلوقتي حالا تجهز المحشي لاولادها وتحضره وتعملي ليهم وتدفيهم المحشي ده؟ بقى عاوز على الاقل على الاقل مرتين في الاسبوع، في الجو الشتاء بقى والسقعة والكلام ده كله بيطلب محشي. ان ما عملتيش محشي في الشتاء ده يبقى بصي يبقى انت فعلا غلطت في حقهم كتير جدا. ليه؟ لان المحشي بيطلب كتير جدا في الشتاء. المحشي والعدس، دوسي محشي وعدس ان شاء الله بصوا مش هتسقعوا خالص خالص. او طبعا لفيت ورق الكرنب كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وخدت بقى من الشوربه بتاعت البدكر، الله 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 كانت جميله جميله. حطيت لها طبعا حبتين طماطم، خلت الشوربه حمراء وجميله جدا جدا. حطيت الشوربه وهي بتغلي كده على المحشي. اللهم صل على النبي. وهبدا الف الحله علشان يتلغلغ كله مع بعضه. طبعا جاي بيكلم دي محمد ابني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها افضل الصلاه والسلام. زي ما انتم شايفين هبدا بقى ازود كمان. اللهم صل على النبي. بصراحه كان الاكل في منتهى الجمال الحمد لله. انا كنت الساعه واحده
تمام. الساعة واحدة كنت مخلصة كله، واحدة بعد الظهر، واحدة بعد الظهر، كنت مخلصة كل حاجة. اللهم لك الحمد. الذكر خلاص بدأ ان هو يستوي، وقلت اقلبه على الاتجاه التاني عشان ياخد غلوتين كده فيه، وحطيت قرن شطة كده على المحشي، وبدأت اغزغز كده بالمعلقة علشان ما يفرش ويوقع عليه على البوتاجاز، ويبقى المحشي ما استفادش بالشوربة. طلعت كده الذكر البط، وهبدأ اعمله الخلطة بتاعته الجميلة. طبعا شوية الصلصة اللي هما كانوا فايدين خدتهم وحطيت عليهم شوية من الخل، وكمان شوية بهارات صغيرين جدا، ومعلقة زيت كمان علشان ابهر بيهم الذكر. بصم كان الذكر في منتهى الجمال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. ديت يعتبر كان اخر حاجة في الفيديو بقى، ان انا خلاص هدخل الذكر في الفرن وهسيب المحشي يستوي، وهنشوف شوفهم اخر شوية صلصة بقى، قلت ادهن بهم كده وش المحشي يعني عشان يدوا طعم كده وريحة بقى ايه اوريجينال. بصوا شكل الذكر قبل ما يخش الفرن بصراحة كان شكله جميل. بصوا بقى على المواعين دي، دي بقى مواعين المحشي طبعا لابد منها، ولازم ان احنا ننظف مطبخنا قبل ما ناكل عشان نبقى مزاجنا متفل. و14 شايفين المطبخ عامل ازاي؟ الحوض بقى زي الفل. خلصت خلصت المطبخ كله كنسته ونضفته، وهبدأ أقلب المحشي معاكم بعد ما اتردد. وكمان ذكر البط طلع من الفرن كان زي الفل، شايفين المحشي عامل ازاي؟ حطيت على وشه شوية زيت سخنين وهو بيتردد عشان يزحلق معايا كده زي ما انتم شايفين، عشان ما يمسكش، ما يبقاش محشية ماسكة في التانية. وهبدأ ان انا افرده بقى كده عشان احط ايه الذكر في النص عشان التحدي. تمام اهو، هقسم المحشي بالنص طبعا، النص لابو مهاب ومهاب، والنص لام مهاب ومحمد. حطوا لايك على الفيديو يا جماعه، حطوا لايك للمحشي الجميل. زبده يا جماعه، المحشي بتاعنا زبده. بصم كان بصراحه الله اكبر، خرافه. الخلطه كانت عامله ريحه في المهرجان في الشقه كلها. دي كده خلاص بالنسبه للتكايه الاخيره، عملت سلة عصفور والشوربه، كمان طحينه، شيبسي، ليمون، المحشي، الذكر. لايك وشير وسبسكرايب للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.